السلام عليكم خوتي، نلتقي في فيديو جديد. الهدف طبعا من هذا الفيديو ان شاء الله هو لا كوريكسيون ديال لوكا كيفين اللي كتبازا ان شاء الله على لا تيوري ديكيتال. نقراو طبعا النص بشويه، الصوره هذه ماشي واضحه لان وصلت لي عيب بالواتساب، ولكن ملي غادي نشوفوا لا كوريكسيون غادي تبان لكم الامور واضحه. تبعوا معايا خوتي مزيان، علما ان هاد النص هو داك النص اللي عملته في الفيديو السابق، النص الاول، ولكن عي عالي مكتوب في البلاصه ديالو كيفي. ولا تيوري ديال فيديو اخر كانت لا تيوري في، يعني لا تيوري دو موتيفاسيون في، اما لا تيوري ديال هاد النص هي لا تيوري دي كيتي. اذا طبعا هي نفس الامور، ولكن القراءه ديالك بالنص غتختلف بزاف على القراءه ديال نص اخر. نص اخر كنا كنهضروا على بانه ما عندوش الفورماسيون، بان ما عندوش ان غران نيفو ديكسبكتاسيون، ما عندوش فورماسيون، ما عندوش، كيحس بانه ديما انفيريور مسيو عالي اكسيتيرا. دابا نو، دابا نهضروا على المبدا ديال العداله او ما يسمى بلو سونتيمون ديكيتي. تبعوا معايا خوتي. اذا نقراو النص، ولكن غنهضروا بمنطق ليكيت. اول حاجه قبل ما نبدا نعطيكم واحد نبذه على شنو هي لا تيوري دي كيتي افون تونطامي هاد لا شوز. قبل ما نفصلوا نهضروا على شنو هي لا تيوري دي كيتي. غنقولها لكم ان شاء الله ولكن اوغالمون. اول حاجه لا تيوري دي كيتي بدات في تقريبا من سنوات السبعينات انطلاقا من 1960. اذا انطلاقا من 1960 بداتنا لا تيوري دي كيتي. قال لك بان شاك سالاري او ترافاي ا توندونس ان كومباري سا سيتوياسيون افيك سيل دي زوتر بيرسونيل. يعني كل سالاري كيميل انه يقارن لا سيتوياسيون ديالو بلا سيتوياسيون ديال واحد الشخص في الشريك. مقارنه كيقارن السالير، كيقارن لي زافونتاج، كيقارن بزاف د الامور، كيقارن راسو بشخص اخر. هاد لا تيوري دي كيتي جابتنا واحد الحاجه اسمها لوغاسيو. لوغاسيو واحد لو رابا بحال اللي كتقراو في الكونتا ناسيونال. لو رابا هاد لوغاسيو دي كيتي او النسبه المئويه دي كيتي ما هو الا واحد عدد على عدد، واحد مصطلح على مصطلح، ولكن هو ما كيتحسبش كونكريتمون، ما كيتحسبش بالعدد، وانما شنو كتمعني؟ اذا تزاد الفوقاني لوغاسيو كيتزاد، اذا تزاد التحتاني والفوقاني يبقى في بلاصتو لوغاسيو كينقص. واضحه الفكره؟ اذا لوغاسيو دي كيتي ما هو الا لا ريتريبيسيون على لا كونتريبيسيون. غادي تجبروها في نص اللي غادي نكتب ان شاء الله اللي غادي تشوفوه. لو راسيو دي كيتي ما هو الا لا ريتريبيسيون على لا كونتريبيسيون. ملي كنقولوا طبعا لا ريتريبيسيون، ملي كنقولوا لا ريتريبيسيون، شنو المعنى ديال لا ريتريبيسيون؟ هو داك المجازات، هو داك لا ريمونيراسيون، هو الاحساس بانك انتينا اسيمي، بانك انتينا عندك تقدير في الشركه. لا ريتريبيسيون داك الحاجه اللي كتعطيها لك الشركه. اذا لو راسيو ما هو الا لا ريتريبيسيون على لا كونتريبيسيون. لا كونتريبيسيون هي ديك الامور اللي انتينا كتعملها، المجهود اللي انتينا كتعملو، ليكسبيريونس ديالك، الامور ديالك. اذا لو راسيو هو لا ريتريبيسيون على لا كونتريبيسيون. نفترضوا بانك انتينا لا كونتريبيسيون بقات ستابل ولا ريتريبيسيون تزادات، اذا غتحس بليكيتي زايده. العكس اذا لا كونتريبيسيون تزادت، المجهود ديالك تزاد، ولكن التقدير والفلوس ولا ريمونيراسيون بقات ستابل، اذا غادي تحس بانك انتينا سو ايكيتي. اذا في لو راسيو دي كيتي عندنا ثلاثه مصطلح خوتي. عندنا سو ايكيتي كتحس بانك اقل من غيرك. اقل من غيرك فاين؟ في السالير، في لي زافونتاج، في لا ريكونيسونس، في الكونديسيون دو ترافاي. ما عندناش حاجه واحده. اذا هذه اقل سو ايكيتي. وكاينه طبعا سور ايكيتي. سور ايكيتي هو انك ايكيتي اكثر من قياس. انت ما كتبذل حتى مجهود، ولا ريتريبيسيون زايده، لان ليكيتي شنو كيقولوا؟ كيقولوا خصهم يمشيو بجوج بيهم. شحال ما كانت لا كونتريبيسيون
خصها تكون لا ريتريبيسيون شحال ما كانت لامبليكاسيون ديالك شحال 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 ما كانت طبعا لا ريتريبيسيون لا كونتريبيسيون هو داك ليفور ديالك ولا ريتريبيسيون شنو هي لا ريتريبيسيون قلنا هي طبعا المجازات الامتيازات الخلاص الشروط ديال الخدمه الصالير بزاف ديال الامور اذا لاحظتوا ليكيتي ليكيتي او ما يسمى ب لا تيوري النظريه ديال العداله في لو طرافاي مرتبطه بجوج الامور مرتبطه بلا ريمونيراسيون اللي كنسميوها لا ريتريبيسيون هاد الريمونيراسيون ما فيهاش غير كلمه ريمونيراسيون فيها سالير فيها افونتاج وفيها لا ريكونيسونس اللي هو التقدير وفيها لي كونديسيون دو طرافاي شوف لا ريتريبيسيون هو مجموعه من الامور اللي كتعاونك تخدم و لا كونتريبيسيون هو داك ليفور لو طون دو طرافاي الفورماسيون ليكسبيريونس l'implication ديالك في لو طرافاي الالتزام ديالك في الخدمه اذا شنو قلنا طبعا كاين ان سونتيمون دو سو ايكيتي وكاين ان سونتيمون دو سور ايكيتي ولو سونتيمون اللي نورمالمون خصو يكون هو لو سونتيمون ديكيتي هو الوسط لو سونتيمون ديكيتي تحت منه كيجي لو سونتيمون دو سو ايكيتي يعني ناس مهمولين ناس ما كيحسوش بالعداله كيحسوا بناس احسن منهم اكسيتيرا ولو سور ايكيتي العكس كتحس راسك بانك انت احسن من غيرك واضحه الفكره اذا هضرنا بصفه عامه على شنو هي لا تيوري ديكيتي اللي بانت تقريبا في 1960 اللي كتهضرنا على ان غوسيو اللي هو لا ريتريبيسيون على لا كونتريبيسيون اللي هي لا ريمونيراسيون تقريبا على ليفور وهضرنا على ثلاثه المصطلحات سو ايكيتي سور ايكيتي و ايكيتي دابا رجعوا طبعا لوكا ديالنا ونقراوه خوتي بهاد المصطلحات نقراوه بهاد المصطلحات ما نقراوه شي بشي حاجه اسمها ليكسبكتاسيون ولا لا نقراوه بلا تيوري اللي قرينا اذا كيفين ايت ان كونترولور باك اوفيس اذا كيفين هي واحد كونترولور ولكن باك اوفيس كما قلنا طبعا في لا فيديو السابق ملي كنقولوا باك اوفيس الشركه كاينه ثلاثه الانواع كاينه باك اوفيس كاينه ميدل اوفيس وكاينه فرونت اوفيس باك اوفيس هما طبعا الاشخاص اللي كيكونوا خدامين في لا بانك ولكن عندهم لي زوبيراسيون عاديين لي زوبيراسيون دو كوليس اللي في الكواليس اللي حتى واحد ما كيعرفها لي تريتمون عاديين الامور شابر الورقه ديالك اكسيتيرا حتى واحد ما كيعرفك وكانك في لو باك وكانك تحت كاين لو مودي لو ميدل اوفيس اللي هو الوسطاني شويش ديال فحال اللي كنقولوا شويش لا كونتريبيسيون شويش لا ريكونيسونس شويش السالير ولكن لو فرونت اوفيس هما اللي كيتجرب لي برودوي فينانسي لي اكسيون الشركه هما اللي كيعملوا علاقات مباشره مع لي كليون هما اللي كيبانوا في الواجهه اذا كلمه باك اوفيس حتى هي كتعطي ديك لا نو ايكيتي ديال لو بوست شنو اسمو باك اوفيس اسم خايب اسم ماشي مزيون اذا كيفين ايت ان كونترولور يعني عنده اون فورماسيون شويش ماشي مره ايت ان كونترولور ماشي ايت ان اوبيراتور مسيو لا ايت ان كونترولور باك اوفيس pour les opérations de marché d'une grande banque son rêve est de passer au front office يعني كيحلم انه يولي في لو فرونت اوفيس الحلم ديالو واش ساهل نو لانه كيحس ب انو ايكيتي علاش لان كاين 3 كاتيجوري باك اوفيس ميدل اوفيس وطبعا فرونت اوفيس شنو باغي دوفونير ان تاردي اللي هو المهنه في الفرونت اوفيس اللي قلنا طبعا كي سبيكولي كي ضارب يعني كيبيع ويشري في لي زاكسيون اللي كنسميهم طبعا لي برودوي فينانسي سوبوندون لي بلاسون شير مسيو او ها ديك كلمه سوبوندون لي بلاسون شير جاتنا بان ما كايناش عدل في التوزيع ديال لي بلاس بان البلايص ديال الفرونت اوفيس غاليين بزاف وكيحتاجوا ان فورماسيون ديليت فورماسيون غاليه بزاف فورماسيون دو كاليتي فورماسيون دو لوكس اذا ما بين قوسين لونفيرونمون دو لونتربريز كيعاني من داك لو نون ايكيتي سيتادير كوا سيتادير بان لا بانك كامله عندها داك لو نون ايكيتي واحد كيحس براسو بانه سور ايكيتي واحد كيحس بانه سو ايكيتي سيب انك جبر واحد كيحس نص نص وبالتالي كاين ان دي فونكسيونمون اورغانيزاسيونال كاينه نعاودها ان دي فونكسيونمون اورغانيزاسيونال
ملي كنقولوا ان دي فونكسيونمون اورغانيزاسيونيل ما مرتبطش بوست واحد. اذا كانوا لي سيرفيس مع بعضيتهم ما مرتبطينش مع بعضيتهم ولا عندهم مشاكل مع بعضيتهم كنسميها ان دي فونكسيونمون اورغانيزاسيونيل. اذا لوغس ايل دوفيان اون فان ترادي كيحلم انه يولي ترادي في لو فرونت اوفيس وبو دو 5 ans تقريبا اللي في النص الثاني غيقول لك بان كيفين وصلت لا كيفين وصلت طاب عندك البوست اللي هو في لا كيسيون نيميرو 2. Lorsque devient enfin tradé, au bout de 5 ans, Kevin est affecté aux produits financiers. Kevin est les produits financiers les plus simples. Il y a un problème, mais il y a un problème qui est un problème. Il y a un problème. اي مرون جويش ماشي ايكيتابل ماشي جوست فحال اللي كنقولوا لا جيستوس ما كايناش ليكيتي مرتبطه بلا جيستوس كي سيرفي ا كورير لي ريسك دو شونج اي نو ا سبيكولي هي عيطيوها لا جيستيون دو ريسك وما عيطيوهاش يتبان وتسبيكولي بلي برودوي فينونسي. هادشي اللي كتقول انا واخا نوصل لذاك لو تخادي داك لو تاردي داك لو فرونت اوفيس ما عيطيونيش اللي خصني وشبروا فقط ما عيطيونيش اللي خصني. ممكن انهم يعطيوني داك البوست ولكن عيطيوني دي لي زوبيراسيون سامبل في النص الثاني عيطيوها تسبيكولي ولكن ما يخلصوهاش مزيان. شنو المعنى ان داك الاحساس ديالها صحيح يعني داك الاحساس ديالها صحيح يعني كاين ان دي فونكسيونمون صحيح ان دي فونكسيونمون اورغانيزاسيونيل بروفون مادام داكشي اللي فكرت فيه صحيح وملي مشات جبراته غادي نقولوا بان كاين ان دي فونكسيونمون طبعا اورغانيزاسيونيل ابروفوندي ولا بروفون دو في دي غان ليميتي لي بونوس سون بوكو مو امبورطون وكتقول حتى الفلوس مادام هما عطيوني لي زوبيراسيون سامبل حتى الفلوس يعني لي بونوس غادي يكونوا شويه ناقصين. كيفين ا لو سونتيمون كو مالغري تو سي زيفور et les résultats qu'il pourra fournir. كتحس بان واخا تعيا ما تخدم واخا تعيا ما تشحط فحال اللي كنقولوا il restera moins considéré ستبقى اقل تقدير من الناس من داك لو فرونت اوفيس اللي هو لو تاردي en raison de sa formation بسبب la formation ديالها. il ne pourra pas évoluer vers le produit les plus précieux وما تقدرش توصل لي برودوي الواعرين اللي هما طبعا سبيكولي انها تسبيكول. قال لك سؤال دابري لا تيوري دو ليكيتي حسب نظريه ليكيتي كي سون لي كونسيكونس بوسيبل شنو هما النتائج الممكنه لهاد لا سيتوياسيون ديال كيفين شنو المعنى شنو هما السلوكات المنتظره شنو هما الاعمال المنتظره من طرف كيفين انطلاقا من لا تيوري ليكيتي. نبدا خوتي لا تيوري ديالنا عملنا طبعا لاناليز دو تاكس طبعا وما ننساوش بان التكست الثاني شنو غيقول لك باش مباشره نخرجوا طبعا كل شيء. كيفين كومونس اسبيكولي كيفين وصلت للحلم ديالها انها تضارب انها تبيع وتشري في لي برودوي فينونسي اللي لا فونكسيون ديالها اللي الوظيفه ديالها نو لوي دون اون برينسيپ با اكسي اللي ما كانتش كتحل الفرصه لا فونكسيون ديالها لا فورماسيون ديالها ما كتحلاش فرصه دو فاصون بلو او موان فيو سو est permise par ses supérieurs. Les supérieurs ديالها طبعا عرفوها يعني عطاوها la permission انها تسبيكولي طبعا بلي برودوي فينونسيي. Il augmente ainsi ses gains potentiels. اذا سترفع بالتالي لي غان الارباح ديالها المتوقعه المستقبليه بوتونسييل. Mais ils ne seront pas concrétisés. لكن ما غاديش يكونوا ملموسين ما غاديش يتشبروا. Par un bonus qu'à la clôture de sa possession. C'est-à-dire quoi? Et lorsque les supérieurs seront officiellement informés par sa performance. Les cadres de la kabarin, les supérieurs de kabarin, ils trouvent à ça simple la performance de la kabarin, de la kabarin, de la kabarin. Ils trouvent officiellement بان السيده عملت شغله وكذا وكذا شنو المعنى انها شاكين فيها ما قدراش
هي ديجا تماك وحاسه بانه خطايا ما تعمل مجهود ما كيعطيوش ما كيقدروش سي تادير كوا سي تادير بان هناك لا نو ايكيتي في لو بوست ديالها كي عامل هذاك الشخص اللي ديجا جات من لو باك اوفيس بانها انفيريور واخا تعيا ما تخدم عن طريق التجربه اللي هي فراسها مشاو ناس عندك فرونت اوفيس من عندها مشاو الناس ومشاو الناس وكيعاملوه معامله ناقصه وفي الاخر كيقول له ربما انت ما خدمتيش مزيان ولا كذا كذا دونك ما عادش برشا لو بونيس ممكن يرجعوكنا للبلاصه ديالك. اذا نبداو طبعا التخريج ديالك دابا طبعا لان تحليل الناس هو اللي كيعطيك طبعا كل شيء هو اللي كيعطيك واش ممكن انك تجاوب ولا ممكن انك ما تجاوبش. هضرنا طبعا الاناليز هو نفس الناس ولكن الاناليز كتختلف الاناليز سولون لا تيوري كتختلف وكانك كتقرا طبعا الفوتو ولكن بلغه اخرى بايماج اخرى وكانك بدلتي النظاره عملتي طبعا اوتر شوز. اذا دابري لا تيوري دو ليكيتي Quelles sont les conséquences possibles, c'est-à-dire quels sont les comportements que Kevin était susceptible d'adopter. طبعاً هذا هو السؤال. حسب la théorie d'équité, شنو هما طبعاً نتائج هذه la situation, يعني Kevin شنو ممكن تعمل. En se basant sur la théorie vie, sur la théorie d'équité, عفواً ما عرفش علاش كتبت في. المهم اسمحوا لي خوتي. En se basant sur la théorie d'équité, عندك شي واحد يكتب في. En se basant sur la théorie d'équité, qui va nous expliquer les règles de le comportement attendu sous le qui ne de Kevin en relation avec la situation actuelle. Dans sa banque, le premier élément qui déclenche l'analyse, l'analyse psycho-organisationnelle, العلاقة ما بين الشركة والعلاقة ما بين الإحساس ما بين السنتيمون اللي هي ليكيتي عليها كنسميوها الاناليز بسيكو أورغانيزاسيونال. إلي تخوا كاتيغوري دو بوست. أول حاجة اللي خصنا نعرفو في التحليل هو كاينة تخوا بوست كاينة باك أوفيس وميدول أوفيس طبعا وفرونت أوفيس اللي شرحناه. باك أوفيس كي ترافاي دون لي كوليس اللي كيخدم طبعا في الخفاء افيك اون ريمينيغاسيون أوردينيغ مع واحد الخلاص عادي. ميدل اوفيس كي بينيفيسي دو كيلك افونتاج لو ميدل اوفيس اللي كيخدم في الوسط طبعا كيستافد من بعض الامتيازات. فرونت اوفيس اون غروند استيماسيون عنده تقدير كبير في الشركه عنده تقدير كبير في البنكه ترافاي افيك لي كليون كيخدم مع لي كليون اسبيكول كيضارب بلي برودوي فينونسيي ملي كيقولوا كيضارب يعني انه مهم بزاف الشركه راه كيلعب بالاسهم الشركه راه ملي كنقولوا سبيكول يعني ماشي سهله يعني الاسهم الشركه في يدك الاسهم ديال البنك في يدك الاسهم ديال لي كليون في يدك لي كليون كينزلوا الفلوس عندك وانتينا كتسبيكولي ماشي سهله. دونك كيفين ترافاي او باك اوفيس ا ان راسيو ديكيتي تري انفيريور دو سو كي ترافاي او زوتر بوست. اذا دونك كيفين كتخدم في لو باك اوفيس إذا عند واحد لو راسيو ديكيتي تري انفيريور صغير بزاف دو سو كي ترافاي او زوتر بوست مقارنة بالناس اللي كيخدموا في لي بوست اخرين اللي هما لو ميدل اي لو فرونت. سيت سيتياسيون دو لا باس دو سو راسيو هاد الوضعية ان هاد لو راسيو ديكيتي طاح. شنو قلنا لو راسيو ديكيتي كتبنا هو لا ريتريبيسيون على لا كونتريبيسيون. هاد لو راسيو ملي كيطيح يعني الاحساس بالعدالة كيطيح كتحس براسك مظلوم va engendrer plusieurs comportements négatifs. غادي يعطي بزاف ديال السلوكات اللي هي سلبيه ليا على اناليز بازي سور لا تيوري دي كيتي اللي مبنيه على التحليل ديالنا على النظريه ديال لي كيتي. اون بو سيتي كيلكوزان ممكن نذكروا البعض منها. اون بو سيتي كيلكوزان اول حاجه لا نون كوبيراسيون افيك لي سوزيك لي سور ايكيتي سو كي فا بيرتوربي لو كليما دو ترافاي. عدم التعاون اول نتيجه ديالنا شنو هي هو ان لي سو ايكيتي ما كيتعاونوش مع لي سور ايكيتي لا نون كوبيراسيون عدم التعاون مع لي سور ايكيتي هذا اللي غادي يدمر لو كليما الجو ديال الخدمه. لا موفيز ترانسميسيون دي انفورماسيون التوصيل السيء للمعلومات سو كي فا انجوندر دي ديسيزيون ريسكي هذا اللي راه يعطي قرارات في لا بانك ريسكي فيها الخطر ماشي مزيانه. ان تو زيلفي دابسونتيزم واحد لو طوطالع ديال
الغياب absentéisme. Travail non accompli. خدمة ناقصة. إلى non implication وعدم الالتزام بالأهداف ديال لونتربريز اللي هي الشركة. نتيجة أخرى غادي يكون effort limité. غادي يكون effort limité مجهود محدود. Un travail d'une qualité inférieure. Un travail de qualité basse. حنية بزاف. إذا نشوف طبعا عندنا la non-coopération. On a la mauvaise transmission de l'information, on a un taux élevé d'absentéisme, on a un effort limité. En conclusion, Kevin, dû à une démotivation liée à un sentiment d'infériorité, Kevin, nadaran, ou la natijatan, nouahad la démotivation, natijatan, n'adam t'hfiz diala, li mertabta bouahad l'ihsas diala, ديال الانفيريوريتي ديال دونو بانها حانيه على الناس اخرين اللي كنسميوها سو ايكيتي لو سونتيمون دانفيريوريتي مرتبطه بانها سو ايكيتي مظلومه اذا هاد لا سيتياسيون بانها ديموتيفي نو فا با دوني لو ماكسيموم ديال ميم ما غاتعطيش الماكسيموم ديالها لو بروبليم سي طال مسيو Le problème s'étale, le problème est le kbir, surtout le service. Alors, le khidma kamla, le poste kamla, il est au back office. Mais si chars ou la chars ou la chars, le front office kamla, quand tu as vu que Zayda est le back office, madame Zayda, il ne va pas se faire. Il y a le flous bzaf ou la contribution qlila. Le back office est l'axe. الخدمة كيشحطوا الفلوس قليلة لا ريمونيغاسيون التقدير ماشي هي الفلوس التقدير ولا ريمونيغاسيون لي بريم وبزاف ديال الامور اذا بجوج بهم عندهم المشكل عليها كنقولوا لو بروبليم سي طال يا سطيل كي طول سورتو لو سيرفيس باك اوفيس وحتى لو فرونت اوفيس كي سو سون دي موتيفي اللي كيحس بانه ما موتيفي شي مره بارابور او بيرسونال بينيفيسيون بن كيحس راسو بانه دي موتيفي بانه ماشي محفز بمقارنه مع لي بيرسونيل اللي كيستافدوا من واحد التقدير كبير وواحد سيتوياسيون دو ريمونيغاسيون تري ساتيسفيزون ومن واحد الوضعيه ديال ريمونيغاسيون قلنا ريمونيغاسيون ماشي ضروري فيها على السالير فيها سالير كونيسونس اكسيتيرا التقدير هاد الناس كيستافدوا طبعا من سيتوياسيون دو ريمونيغاسيون تري ساتيسفيزون Cela peut conduire à des conflits. Hada ghadi addi ila sira'at et au problème de la coopération. Ou mouchkil fi ta'awun bach nhaqqou tab'an les objectifs de la banque. Wa hakunu wa bitali hawna ma amkan ana na'tiukum minhajia ha kifash kanjawbu ha kifash kan analizou kifash kanhallou tab'an nass dialna fi la question numéro 1. La question numéro 2 qulna bi anna sida ghadi toussal tspekule ولكن اللي فرنسا راه بصح صحيح بانهم غيقولوا لا تتكون واعره تتكون لا بيرفورمانس وتتوصل لافورماسيون تنسب لي سوبيريور سان لافورماسيون توصل للسوبيريور بانك انتينا كتستاهل لا ريمونيغاسيون عاد كيجيبوا لك لا ريمونيغاسيون وبالتالي داك الديفازاج ما بين فرونت اوفيس باك اوفيس فرونت اوفيس باقي علاش لان كيحاولوا ما امكن انهم ما يعطيوش لي زانفورماسيون اجور والناس يستافدوا مباشره ماين من لا ريمونيغاسيون ايكيتابل ديالو دابا شنو غادي ندوزو دابا غادي ندوزو طبعا لا كيسيون نيميرو 2 غيقول لك حسب طبعا نمشيو طبعا كيسيون نقراها معكم قلت لكم هذه غير فوتو ولكن كتابه واضحه شويه سولون لا تيوري دي كيتي كومو انتربريتي لو كومبورتمون دي فين كيفاش انك كتانتربريتي كيفاش انك كتحلل ولا كتاول السلوك ديال كيفين Eden, selon le support, Hassaban Nas, Kivin arrive et réalise son rêve. Ou cela, tu haqqat l'hulm diala. De spéculer avec les produits financiers. Anna tadarab, anna tbi'u tchrif les produits financiers, les actions. Ou les obligations. Sanadat ou l'assom. Mais sans avoir accès en principe dû à sa formation. Ou elle a qu'il y a déjà ma kenetchi, assassin khsatoussal. Alash li anna la formation diala naqsa. Alors, Les sociétés souffrent toujours de l'absence
des actions qui vont leur permettre la promotion et le développement de leur carrière. الجمله شنو كتقول لك؟ كتقول لك بانها هي وصلت ولكن في الاساس ما خصهاش توصل. شنو المعنى؟ ان لي سوزي كيتي، ان داك الناس اللي كيحسوا بالظلم اللي هما في الباك اوفيس كيعانيو دائما من غياب الافعال ولا من غياب الاستراتيجيات اللي ممكن تمكنوا من لا بروموسيون، ممكن تكون تمكنوا من الترقيه وتمكنوا من لو ديفلوبمون وتمكنوا طبعا من لو ديفلوبمون من التطوير ديال لو كارير. شنو كنقصد بالضبط؟ كنقصد لا فورماسيون. بما ان لا بانك ما كتعملش لي فورماسيون باش الناس الاكسبيريونس ديالهم والمهارات ديالهم يتزادوا، اذا كاينه ان سونتيمون دو نون ايكيتي. اذا لي سوزيكيتي ديما كيعانيو من ما كايناش ديك لا بروموسيون، ما كايناش ديك لي فورماسيون اللي عطاوني انا نوصل عليها. قالوا بان وصلت ولكن اون برينسيپ ما خصهاش توصل. الجمله طبعا ديال النص واضح. اوسي كوم اون ا ديجا سيتي، كما اشرنا كوم ريبونس دو لا بروميير كيسيون، كاجابتنا على السؤال الاول. Ce sentiment de se équiter est un sentiment de tous les services. Le sentiment de se équiter ou le sentiment des services Kamel, qui se sont marginalisés, qui se sentent inutiles, et par conséquent implique une mauvaise contribution au travail. Au bitali, taban, yessalzimo musahama siyi afal khadma ma yakhdmouch mzyan. Idan kanhdar ala le tous les services. Taban, dakchi li qultou qbilati daba naoudou. L'élément important est le climat social et organisation. L'ensemble mohim huwa huwa le jaw l'ijtimaï ou le jaw l'organisation al-binya dial sharika. Ainsi la mauvaise coordination entre les personnels, ta'awun sayy ma bin les personnels de différents ratios d'équité, li 'andhom les ratios d'équité mokhtalfin, va engendrer un dysfonctionnement organisationnel. Ghadi ya'ti wahed wahed dysfonctionnement, 'adam ishtighal al-binya al-sharika. Hunaka les décisions qui trouvent un défonctionnement qu'on s'appelle organisationnel et informationnel, et même les informations qui ne sont pas de là, elles sont qui sont c'est ce etc. jusqu'à ce qu'on trouve les informations les supérieures. Donc, ce que j'ai dit, expliquez, il est متفسيره dans l'énoncé. باش par le retard observé, le retard, je vais dire, بتخير الملاحظ de la prime de bonus, la prime de bonus qui attend la réception officielle de l'information. Li kattenna l'istiqbal officiel de l'information au directeur. L'istiqbal de l'information bi tariqa rasmiya mktouba, machi ghi hadra mktouba, arqam au directeur nel moudir ou lel moudara. Alors la rétribution du poste est toujours conditionnée par la relation idan la rétribution. La rétribution chez nous, on a vu que la rétribution du poste, diman conditionné, diman مرتبطة بالعلاقة ما بين les personnels. واش دكرينا le supérieur ديالك عيسرد لك، عيقول بانك انت بيرفورمون، بانك انت واعر، عيقول بانها وصلت، عيديكلاري بان راه اكسيد باش يجيو لك البريم. اذا لا ريتريبيسيون لا ريمونيراسيون دو بوست، كنقولوا لا ريتريبيسيون يعني كنهضروا بلا تيوري ايكيتي، كنهضروا بالمصطلحات ديالها. Et la rétribution du poste est toujours conditionnée par la relation entre les personnels mobiles ashras qui reçoivent une rémunération non équitable. Li kishbar wahed une rémunération machi adil, kayen li kishbar bzaf w kayen li kishbar aqal. Safi. Idan chni qulna, alors la rétribution de poste est toujours conditionnée par la relation entre les personnels qui reçoivent une rémunération non équitable. حاجة أخرى، ليكيتي إليي أوسي كوم أون سيتي أ لونفيرونمون سوسيال. ليكيتي مرتبطة أيضا بلونفيرونمون سوسيال. دي كولتور كي ألوردي لو ديفلوبمون بوتونسييل دو لا بانك. هي عبارة عن ثقافات بأن هذا أحسن من هذا، اللي كتثقل طبعا المسيرة، اللي كتثقل لو ديفلوبمون بوتونسييل دو لا بانك. يعني لو ديفلوبمون يعني التطور المتوقع الممكن اللي تقدر عليه الشركة. Par conséquent, la partie bureaucratique, l'organisation, une organisation rigide,
اللي كنقولوا اورغانيزاسيون ريجيد ما بين قوسين قصدت بها لا بيروقراطي اللي طبعا هو شابيتر جو بونس موتيفاسيون ومرتبطه طبعا بلا بيروقراطي حتى هو شابيتر. اذا لا بارتي بيروقراطيك اللي هو اورغانيزاسيون ريجيد، اورغانيزاسيون ريجيد هي واحد اورغانيزاسيون ماشي سوبل، ماشي لانفورماسيون ما كدوش شي سامبل فيها، هذا ما كيبلغ على هذا، هذا ما كيشجع هذا، كل واحد بوحديتو، المدير هو اللي كيعطي الامر، انت ما خصكش تهضر. ما بين قوسين لو تايلوريان قدام شي حاجه قديمه. اذا با كونسيكون لا بارتي بيروقراطيس اورغانيزاسيون ريجيد اي لا بريزونس دان سونتيمون دو نون ايكيتي، والحضور ديال واحد لو سونتيمون ديال نون ايكيتي في انفلونسي اوتوماتيكمون، في انفلونسي غادي ياثر على لو بروغري، على التطور ديال الشركه والوصول ديال الشركه اللي هي لا بانك ا سي زوبجيكتيف استراتيجيك، والوصول ديال لونتربريز للاهداف ديالها استراتيجيه. وبالتالي كنحاولوا ما امكن نكونوا ختمنا بدو كوتي، راه غيكون مشكل ديال لا بيكرو لا بيروقراطي خصنا نصلحوه، عادك نمشيو طبعا لا كوتي بسيكولوجيك اللي هي طبعا لا ريمونيراسيون ايكيتا. اذا عندنا طبعا دو شوز، ومشكل كيزيد مشكل اخر اللي هي لا نون ايكيتي كتزيد المشاكل ديال لا كوتي بيروقراطيك اللي هي لورغانيزاسيون ريجيد. نتمنى ان شاء الله ان هذا الشيء طبعا يكون واضح، ويكون الفيديو وضح لكم ها كيفاش كنعملوا طبعا، ها كيفاش كنحاولوا نجاوبوا على ليتيود دو كا ديال لا جيستيون دي ريسورس هومان. نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في لي زيكزامان ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو اللين ديال القناه مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده، ما تنساوش تبارطاجيو اللين ديال لا فيديو باش الاصدقاء ديالكم يستافدوا، وما تنساوناش خوتي من الدعاء ديالكم. الله يحفظكم ونتمنى لكم التوفيق.